رجعنا لبلاتو الماتينال باش نعتذر من صفاء باش نقولها سامحني اليوم مش باش نعطي كيما العاده الروبريك نتاعك عندك الحق تحتاج صدقني على صحتك ان شاء الله على خاطر ليميسيون جات طويله شويه دونك نرجع واحده لي شيف. مرحبا فاطمه احنا وصلنا للختام كيف كيف مانيش نطول عليكم باش نذكركم فيسع فيسع شنو عملنا مع الشيف فتحيه ونجيو من بعد للاطباق المالح. انا اليوم اخترت باش نعمل هالبسكوي بال فارينا سبيسيال جاتو ورده بسيط برشا وساهل زينته بالكريمه سمارت شيف عملت له خيرت اليوم الكريمه بالشوكولاته بعد بردت مليح حطيتها فوق البسكوي نتاعي حطيت على توبينغ فرامبواز وحنا نعرفوا اللي الشوكولا الفرامبواز يمشي مليح مليح مع بعضه ما تنساوش باش تحطوا سكر فاني سمارت شيف هو اللي يعطي النكهه البنينه للبسكوي نتاعكم ويعطيه مطعم بنين. بحذا هذايا عملت لي بول دو بان بيتزا هذوما هما خبز محشي بالتن تن البدر اخترت اليوم تن بدر بزيت زيتونه حطيت الفرينه نتاعي العاديه ورده خاطر تعرف برشا عباد يعرضوني ايوب يقولوا لي علاش نعجنوا الخبز نشوفوه عندك مزيان ونشوفوه يجينا مش كيف كيف راهو الفارينة عندها قيمة كبيرة هذاك علاش أنا نختار وردة في الفارينات متاعي وفي السميد وفي العجين متاعي نختار إلا وردة خاطر متأكدة من الكاليتي. ألوغ الخبز متاعي شفتوا كيفاش عجنته ببساطة برشا فيه خميرة اسمها تشيف انستونتاني في شوية زبدة كعب عظم ملح وسكر وعجنته بشوية حليب يجي بان بغيوشي حطيت فيه طماطم كونكاسي سيكام وحطيت فيه التن نتاعو مرسوات في وسطو باش يقعد تحسوا طرف التن كي تنزلوا على قدمة الخبز وحطيت له جبونات مرياح حطيت عبيت وسطو كيما تشوفوه طلع خبز مزيان ووجههم زين بالجلجلان طاب في كوشه في الماكسيموم كيما ديما نقول لكم في 250 280 حطوا كوشتكم ماكسيموم هو تيب في درجين ربع ساعه. يعطيك الصحه مشكوره الشيف فتحيه. انا ساده المشاهدين حضرت لكم اليوم زوز اطباق بكل اجازه. الطبق الاول كان بروسكيتا عملتها بالخبز الكامل الخبز الشعير خبز القمح كيما تحبوا انتوما حتى باقيات بيتة في الدار تجمروها شوي في الكوشه مع شويه زبده قصيتها انا كيما البلانكيت هكا وعملت فوق منها الطماط كونكاسي بالثوم من عند سيكام سقطرتها من الماء نتاعها الماء هذا كان نجم نمرق به مرق ولا شرب ولا غيره ما نطيشوش والطماطم نعملها مع شويه زيت زيتونه شويه قارص شويه معدنوس والا حبق اخضر كان تحبوا معاهم تحطوا شويه كبار شويه زيتون وشويه تن انا حطيت تن البدر شوفوه طريفات كاملين اخترته بزيت زيتونه اليوم ومع هذايا حطيت الموتزاريلا فيمي من عند مرياح. بالنسبه للطبق الموالي كان بالحوت دونك اخترنا ود بحر اليوم اللي هو التريفيا خريف وقت التريفيا توا حطيت لها نحيت لها السلسول نتاعها وعملت فيها شويه ملح فلفل اكحل بعد ما حطيت لها الفارس نتاعها اللي هو بصل ومعدنوس صفصرتها بالكدا بالكدا في الملصوقه اللي دهنتها بالزبده باش ما تحرقش بالسهل في الكوشه. تنجموا طيبوها كما عملت انا في الفور وتكون صحيه خير والا تنجموا تقليوها اللي يحب نعرف ما توانسه برشا يحبوا المقلي معاها هي انا حبيت نقدم هالصحية فيه شويه هريسه استيكام وشويه تون طريفات من عند البدر شويه زيتون والا كان تحبوا دي مغصوم تاع فخوماج بالنعناع من عند مرياح وتكمل الطاوله مع الشيء البني اللي قدمته شيف فتحيه. انا نقول لكم غدوه موعد جديد ما تفلتوش على قناه التاسعه في نفس التوقيت في برنامج الماتينال الى اللقاء بالسلامه. شكرا بوكو لي شيف. الوغ احنا قبل ما نختموا مع صفصوف نعاود نذكركم بالسبوت الخاص بالبرودوي اللي هو هير اكس ال اللي هو برودوي فيه شامبوان فيه لوسيون وفيه دي فيتامين للناس اللي عندها مشاكل في شعرها ولا تحب تحافظ على شعرها. نعاود نذكركم اللي هو مصنوع بتقنيه سويسريه بامضاء لونفول فارما. اكثر معلومات اطلبوا ل 74 441 999 نعاودكم 74 441 999. مشكور سيد المخرج اللي خلط بالتليفونكم تشوفوا دونك شوفوا سبوت ونرجع نختموا مع صفاء. لا لا لتساقط الشعر بعد اليوم. إريكسل مكمل غذائي يحتوي على كل ما يستحقه نمو الشعر من فيتامينات أساسية. إريكسل فيتو لمعالجة وتقوية الشعر من جذوره ومنع تساقطه. إريكسل شامبو لشعر أكثر جمالا وحيوية. إريكسل الحل المتكامل ضد تساقط الشعر. إريكسل تقنية سويسرية من مخابر لونفول فارما.
عاد نذكركم ان البرودوي هيركسل تلقاوه في لي فارماسيين تاع تونس الكل. ختام عصف صوف فاطمه، انا كالعاده نعمل ريميرسيمون للارتيست كوافور يمن بور لا ميزون بوتي، واللي تلقاوه في العوينه حي الواحات باج فيسبوك اي باج انستغرام يمن لارتيست كوافور. نعمل ريميرسيمون زاده كيف كيف الجويس اللي قاعده تلبس فيا، تلقاها في سكرة في 3 بوينت فونت سكرة ياسمين الحمامات ونابل، تلقاو عندها حوايج نساء رجال صغار دي اكسسوار وصبابط وايتاج كامل نتاع ديكوراسيون. ادخلوا باج فيسبوك اي باج انستغرام جويس وانستغرام جويس اوفيسيال. ميرسي صافي بيدي، نشكر سنتر ديستيك باك ستيج، تلقاو في العوينه باج فيسبوك وانستغرام باك ستيج. نشكر انزو شوز، تلقاو في المنزل الثامن باج فيسبوك وانستغرام انزو شوز، كل جمعتين عنده كوليكسيون جديده. نشكر سي ان دي من بوتيك تلبس فيها، تلقاو في طريق سكرا كل جمعتين حتى هما عندهم كوليكسيون جديده للنساء والرجال. نعاود نشكر ليكيب الاعداد اللي هي مدام هلا بن جمعه ورشد البي، نشكر ليكيب تكنيك، نشكر جمهورنا العزيز داخل وخارج التراب التونسي. ملتقانا ان شاء الله غدوه بسلامه. كل شدة وعندها نهايتها، غدوة ترجع حياتنا لعادتها، أما اليوم خلينا نشدوا ديارنا ونحميوا صغارنا ونتعاونوا ونعملوا اللي علينا باش نحافظوا على أهلنا ومالينا وكبارنا اللي عزوا علينا، وغدوة ترجع حياتنا لعادتها وتتعدى هالسحابة وتونس تعاود تشرق شميستها. عمرنا ما نسينا الناس اللي تخدم علينا وأبطالنا في السبيطارات اللي تداوينا على خاطر بلادنا سرها وقوتها في محبتها، وغدوة ترجع حياتنا لعادتها وحوستها وفرحتها وبهجتها، وباش نفرحوا أكثر ساعتها على خاطرنا باش نحسوا أكثر بقيمتها. توينسا وسرنا المحبة. يسألوك على الأصل الطيب قلهم أرض طيبة، وإحنا توا أكثر من 23 سنة نخدموا في أرض كريمة بجهدنا ويدينا ومن مزارعنا، نجمعوا حليب صافي من أحسن ما تنتج الطبيعة ونزيد نقفوا عليه في مصانعنا الضمان جودته العالية، خاطر هو الأصل في صنعتنا وحرفتنا صناعة الأجبان. أجبان مرياح سرها صنعة اليدين، حرفة وتقان كل العاملين، وفي خدمتنا نعرفوا لكل حركة مهمة كل شيء محسوب باش نوصلوا ننتجوا جبن بنين ويملى العين، ومهما كان نوع الجبن نعطيوه حقه، ياخو وقته وبلاستو ونتبعوه من اللي حضرناه وخدمنا عليه حتى يوصل بين يديكم، وبأحسن ما ننجو نودوكم وين ما كنتوا على خاطر بينا أمنتو وعلينا عملتو. أجبان مرياح ديما لمحبتكم ساعين. التوينزا كيف يحكيوا على ماكلة بنينة يقولوا طايبة سلة سلة، وتن البدر حضرناه سلة سلة، محضر بطريقة تقليدية مرقد في أحسن زيت زيتونة غني بالأوميغا 3. تن البدر صحة ونكهة وبنة، عرفت شي توسر تن البدر وهل يخفى القمر.
سمحت شيف مسهل هالبنة. لا، لا لتساقط الشعر بعد اليوم. إريكسل مكمل غذائي يحتوي على كل ما يستحقه نمو الشعر من فيتامينات أساسية. إريكسل فيتو لمعالجة وتقوية الشعر من جذوره ومنع تساقطه. إريكسل شامبو لشعر أكثر جمالاً وحيوية. إريكسل الحل المتكامل ضد تساقط الشعر. إريكسل تقنية سويسرية من مخابر لونفول فارما.